إذا كنت تجامع زوجتك بهذه الطرق فأنت مصاب بهذا المرض الجنسي. ما هو هذا المرض؟ وما هي أعراضه وكيفية علاجه؟ فهذا ما سنتعرف عليه مشاهدينا الكرام في هذا الفيديو. ولكن قبل أن نبدأ مشاهدينا الكرام، هناك من قال أريدك أن تتكلم بالعربية الفصحى، وأود أن أقدم شكرا لتعليقاتكم الرائعة والمحفزة والذي تمنحني الاجتهاد. وبدون إطالة عليكم مشاهدين الكرام، ندخل في موضوعنا اليوم وهو الشبق الجنسي. أول شيء نبدأ به هو تعريف الشبق الجنسي. الشبق الجنسي هو شدة الشهوة والرغبة في الجماع، وهذه الشدة تكون شدة مفرطة، أي أنها فوق الحد الطبيعي ويتآدى الإنسان إن لم يحصل عليها. وبهذا اعتبر الشبق الجنسي مرضا من الأمراض، لأنه يخرجه الإنسان إلى الحد المعتدل، إلى الحد المرضي، ويتأثر به، ويكون في الرجال وفي النساء. أسباب الشبق الجنسي: هناك أسباب عضوية وأسباب عرضية وأسباب تتعلق بأنواع الأطعمة التي يتناولها الإنسان وأسباب نفسية. الأسباب العضوية للشبق الجنسي: زيادة في إفراز الهرمونات التي تفرزها الخصيتان، يؤدي ذلك إلى شدة الشهوة وطلب الجماع بكثرة تزيد عن الحد المعتدل. الأسباب العرضية للشبق الجنسي: تتعلق الأسباب بأصل الخلقة، وذلك كعدم الختان، فإن الجلد التي تغطي رأس الذكر إذا لم يتم إزالتها بالختان المشروع فإنها قد تسبب احتكاكا بالذكر، وهذا الاحتكاك يؤدي إلى إثارة العضو وحصول شيء من التهيج في هذا المحل، فيؤدي ذلك إلى حدود الشهوة، لا سيما أنه قد تتجمع الأوساخ التي تكون في هذا المحل فتسبب الهرش في الذكر ورأسه. ومضموما ما إلى ذلك، ما يمكن أن يبقى من البول بعد قضاء الحاجة، فكل ذلك يجتمع فيسبب أسبابا تزيد من احتكاك الذكر وحصول التهيج فيه، فيؤدي ذلك إلى زيادة طلب الجماع بصورة غير عادية. وأما علاقة الشبق الجنسي بأنواع الأطعمة التي يتناولها الإنسان، توجد العديد من الأطعمة التي تساعد على زيادة الشهوة للجماع، فالطعام له تأثيره البالغ في هذا الباب، فهنالك لسببان ظاهران: الإفراط في الطعام من جهة، واختيار الأصناف التي تزيد من الشهوة من جهة أخرى. وأما الأسباب النفسية التي تؤدي إلى الشبق الجنسي، تؤدي الأزمات النفسية التي تعرض لها الإنسان إلى إصابته بالمرض، فالأسباب النفسية لها دور كبير في هذا المرض. فمن الأسباب النفسية التي تؤثر في إيجاد هذا المرض الشعور بالفراغ العاطفي، لا سيما إن كان ذلك شديدا، فإن صاحب هذا الشعور يتجه إلى المعاشرة في الفراش على أنه متنفس يتنفس فيه ويعبر فيه عن مشاعره، فهذا الكتمان العاطفي الذي يكون لدى الإنسان وهذا الفراغ يؤدي إلى شعوره برغبة بأن ينفس عن عواطفه، فيتجه إلى الجماع ويتجه إلى الإفراط فيه، لا سيما إذا أضيف إلى ذلك الاستعداد البدني والقدرة على الجماع. كذلك تعرض الشاب لمحاولة الاعتداء الجنسي، لا سيما في طفولته، قد يكون أحد أسباب الشبق الجنسي هروبا منه في حالة نفسية متولدة من الإحساس بالقهر والاعتداء. ومن الأسباب النفسية كذلك التي تؤدي إلى الشبق محاولة الهروب من واقع معين، كالشعور مثلا بأن الهموم تحيط بالإنسان فينفس عن نفسه بالجماع، ولا ريب أن الجماع له تأثيره في التنفيس عن الهم وإزالة الغم، ويصبح كالجائع الذي لا يشبع منه. وهناك درجات للشبق الجنسي. الشبق الجنسي له درجات متفاوتة، فهنالك شبق يصل بصاحبه إلى أن يرغب في الجماع بصورة شادة جدا، بحيث يطلب الجماع لمرات عديدة جدا، فلا يكاد أن يقوم عن زوجته في كثير من الأحيان. فهذا النوع هو الشبق الشديد، وهو من أشده وأخطره، وهو الذي قد يؤدي إلى أضرار صحية بالنسبة للرجل، وقد يؤثر على الزوجة بسبب كثرة ما يقع عليها من المعاشرة في الفراش. وهناك نوع من الشبق قد يكون خفيفا، وهو زيادة فرق الحد المعتدل ولكن بنسبة محتملة، فهذا أمر قريب ويمكن علاجه بسهولة بإذن الله سبحانه وتعالى. وإليكم بعض العلاجات للشبق الجنسي. أولا، زيادة التقرب من الله سبحانه وتعالى، لأن التقرب من الله يبعدك عن الحرام. كذلك تناول مطبطات الشبق،
بحال الخيار، وهذه الأطعمة تساعد في تقليل الرغبة الجنسية، وهذه الأطعمة كتكون غالبا باردة أو تحتوي على مكونات اللي كتأثر على الجسم وكتخلي الرغبة تقل. وكذلك مغلي زهر البرتقال لأنه يهدئ ويساعد في الاسترخاء، وكذلك إزالة أسباب الحكة الفرجية، وكذلك اتباع نظام غذائي متوازن بعيد عن المنشطات، والتركيز على تناول أطعمة طبيعية وصحية، والابتعاد عن المواد المحفزة أو المنشطات. وكذلك من العلاجات يؤخذ منقوع زهرة البابونج ويستعمل عند بعض النساء كدوش مهبلي لتخفيف من التهابات أو الحكة في المنطقة الحساسة، ويفضل أن يتم نقع البابونج لمدة 24 ساعة قبل الاستعمال للحصول على أفضل الفوائد. هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.